مساء الخير متابعينا في كل مكان. إذن أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ناتجة عن تمدد للمرتفع الجوي السيبيري واندفاع لكتلة هوائية باردة. اشتداد كبير في سرعة الرياح التي تتحول في بعض الأحوال إلى شديدة في المناطق الشفاغورية ومناطق الأغوار والبحر الميت. بالنسبة للأجواء هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء باردة للغاية ورياح نشطة ستسود، درجة حرارة صغرى 4 درجات مئوية، لكن درجة حرارة ملموسة هذه الليلة درجة مئوية واحدة فقط تحت الصفر، وبالتالي الأجواء جدا باردة في مناطق عديدة. لا يستبعد تشكل الصقيع في بعض المناطق الزراعية من مناطق السهول والبادية وجبال الشرع. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. تسود أجواء تكون يعني مستقرة مع ظهور بعض السحب والغيوم، اشتداد كبير في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي قد تكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، ولكنها الأهم من ذلك أنها تزيد من الإحساس بالبرودة وتكون مصحوبة بهبات شديدة في المناطق الشفاغورية بالإضافة إلى مناطق البحر الميت وجبال الشرع. هناك احتمال ضعيف لأن تشهد أقصى جنوب المملكة مناطق العقبة والمدورة زخات متفرقة من الأمطار ناتجة عن أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على مناطق في المملكة العربية السعودية تمتد شمالا إلى منطقة العقبة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا. إذا في إربد تكون 16 إلى 8، جرش 14 7، جلون 13 3، وفي المفرق من 14 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الوسطى عمان 11 3، السلط 15 3، مأدبة 12 3، البحر الميت 20 13، وفي الزرقاء من 13 إلى 3 درجات مئوية. المناطق الجنوبية من المملكة الكرك 9 2 والأجواء باردة، طفيلة 13 3، جبال الشراء من 12 إلى 0 مئوي، معان من 12 إلى 3 درجات مئوية. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 22 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى في ساعات الليل 13 درجة مئوية. المناطق الشرقية في رويشد 14 3، الصفاوي 13 2، وفي الأزرق من 14 إلى 4 درجات مئوية. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة أن تسود المملكة. الأمر الأول هو ضرورة انتباه المزارعين لمخاطر ارتفاع سرعة الرياح في المناطق الأغوار والشفاغورية وتأثير ذلك على البيوت البلاستيكية والمزروعات. الأمر الآخر ضرورة الاستخدام الآمن ومراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل هذه الظروف الجوية الباردة، ومن مخاطر تشكل الصقيع في بعض المناطق الزراعية. كما ندعوكم إلى الانتباه بعدم السباحة في مناطق البحر الميت في ظل هذه الظروف التي تتمثل بنشاط كبير في سرعة الرياح. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم. للمزيد دائما يمكنكم متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تحميلكم تطبيق طقس العرب أو حتى زيارتنا على الموقع الإلكتروني arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم بخير، إلى اللقاء.